هل ذهب صالح الغريب إلى سوريا بعلم وتنسيق ورضا من رئيس الحكومة سعد الحريري؟ ضلت الرئيس بجيل، رح اكتفي هيك. اليوم قرينا انه مصادر بيت الوسط بتقول انه الرئيس الحريري لم يكن على علم. انا ما سمعت هالشيء عن سين الرئيس الحريري. الرئيس الحريري اليوم التقيت فيه بناء على موعد طلبته من دولته ومن فخامة الرئيس لوضعهم باجواء زيارتنا على سوريا. البعض قال انه دولة الرئيس استدعيك لانه غير راضي على الزيارة. شو بده يرد الواحد؟ مش مزبوط. يعني اليوم إذا حضرتك سمعت منه عتب، سمعت منه أثناء، شو سمعت منه؟ أنا طلبت موعد من دولته مبارح من بعد ما جيت ومن فخامة الرئيس، وبناء على طلبي تم تحديد موعد من مبارح وشفته اليوم، ودولة الرئيس عم بيقارب الأمور بطريقة بناءة وإيجابية، أخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بالدرجة الأولى. أثارت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق ولقاؤه وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف بلبلة وتساؤلات لدى الأوساط المعارضة، خصوصا أن الوزير المقرب سياسيا إلى سوريا استبق بزيارته هذه انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل. لا يمكن حل هذا الموضوع من دون التواصل المباشر مع الدولة السورية. التوقيت تفصيل، إذا قبل الجلسة أو بعد الجلسة، التوقيت تفصيل. طب شو بتقول للي وصفوا هذه الزيارة استفزازية؟ أنا ماني شايفة استفزازية، لأنه نحن أعلننا عنها وهذه مصلحة بلدنا، ومصلحة بلدنا بدنا نعملها. القوات اللبنانية ذهبت أبعد من ذلك بوصف مصادرها للجديد ما جرى بالخرق لسياسة النائب النفس وبمحاولة الالتفاف على موقف الحكومة واعتماد سياسة التحدي والاستفزاز والتفرد، مؤكدة أن وزراء القوات سيثيرون هذا الخرق في مجلس الوزراء. ما في شيء اسمه نائب النفس بمصلحة لبنان، نحن مش طالعين عم نعمل محاور، نحن في ملف وطني بهم بلدنا بامتياز، من حقنا الشرعي أن نسلك كل الطرق التي تساعد في طي صفحة هذا الملف. لو لمرة واحدة كلبنانيين يكفي مناكفات، بس يناقشوا مجلس الوزراء مناقش، ما في مشكلة. وبحسب الوزير غريب فإن السوريين أبدوا انفتاحا جادا واستعدادا كبيرا لتقديم تسهيلات في ملف عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وهم ينطلقون من مبدأ أن عدم العودة يشكل انتقاصا من دور الدولة السورية. زيارة سوريا سلطت الضوء على هذا الوزير الجديد الذي يبدو عاقد العزم على ترجمة العودة، وهو يرى أن لا مانع من تكرار الزيارة متى دعت الحاجة. دارين دعبوس، قناة الجديد.